السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن أنا بقالي يومين مش راضي أطلع لأن الأحداث كلها أحداث ملهاش أي لازمة وملهاش أي فايدة إن إحنا نطلع نرغي معاكم وخلاص، إنما لما وقعت قدامنا بعض التفاصيل الجديدة والحاجات الجديدة، لأن في كلام كتير جدا دار اليومين دول أو اليومين اللي فاتوا دول بخصوص مثلا على سبيل المثال سيف الجزيري وأنباء عن ارتباطه بأحد الأندية الإماراتية، كمان الكلام في الصفقات وتجديد عواد، وكمان رسالة مني لجمهور الزمالك خاصة بموضوع أشرف بن شرقي والكلام عن أشرف بن شرقي، عشان خاطر يمكن أنا طلعت خبر من شوية وقلت إن أشرف بن شرقي مفاوضاته مع نادي الريان القطري باءت بالفشل وانتهت خلاص، مفيش الريان القطري بالنسبة لأشرف بن شرقي. فهقدم أو هقول رسالة خاصة بجمهور الزمالك بموضوع أشرف بن شرقي. نخش على طول في المواضيع والتفاصيل. عندي كمان معلومة قبل ما أخش في بقية التفاصيل، عندي كمان معلومة خاصة بالنادي الأهلي، مفاوضاته مع ابراهيم عادل لاعب بيراميدز خاصة بعد التصريح اللي قاله او بعد بوظان او بعد انتهاء المفاوضات مع نادي ختافي وعدم موافقة نادي بيراميدز على انتقال ابراهيم عادل لاعب بيراميدز الى نادي ختافي الاسباني. طيب نخش على طول في المواضيع. الجزيري ينفي التوقيع بعد التوقيع بعد انتشار انباء ارتباطه بعقد مع نادي اماراتي ويؤكد عودته يوم 9 سبتمبر في اليوم التالي لانتهاء تجمع منتخب تونس، ده في الوقت اللي تأكد فيه مطالبة اللاعب بالمبالغ المالية المتأخرة له مرتين مش مرة واحدة، والتالتة هي الفسخ وفقا للوائح اتحاد الدولي، ودي حاجة خاصة بسيف الجزيري. عواد جدد ب 8 مليون، وانا هربط لكم موضوع عواد وكلام عواد بموضوع اشرف بن شرقي عشان الناس برضو تبقى فاهمة الامور رايحة فين. بس قبل ما نخش على عواد وتجديد عواد يا جماعة، اي كلام خاص بنادي الزمالك في الفترة اللي جاية يا ريت نهدى شوية ونسيب الناس شغالة. انا مش مع حد لما بيبقى مجلس الإدارة عنده غلطات بنقوله وبنتكلم وبنقول يا جماعة انتوا عندكم مشكلة في واحد واثنين وثلاثة وبنتكلم بصراحة. دلوقتي الحمد لله رب العالمين جه موضوع مد فترة القيد ليوم 12، ده فايدة كبيرة جدا بالنسبة لنادي الزمالك، هيخلي مجلس الإدارة إلى حد ما عنده براح، ونتمنى إن مجلس الإدارة ياخد الأمور دي وفي الفترة الجاية بشوية سرعة للانتهاء من جميع الملفات والانتقالات خاصة اللعيبة الأجانب. وأنا مش هقول لك إن في سعي كبير جدا إن نادي الزمالك يخلص بعض الصفقات الأجنبية في الفترة الأخيرة أو للأجانب خاصة الصفقتين، ونادي الزمالك ما بيفكرش في الصفقات الخارجية إلا في اتنين يا جماعة عشان الناس تبقى فاهمة، جناح وفيرود. اي كلام تاني في اي لعيبة تاني الزمالك ما بيفكرش فيها، ده بناء على المعلومات اللي بتوصل لنا من داخل النادي. طيب عواد جدد ب 8 مليون، وده يمكن احنا قلنا الخبر ده من بدري جدا ان في نادي الزمالك عارض على عواد 8 مليون، وعواد كان عقده او كان طالب 19 مليون، وانا بشوف ان ده انتصار كبير جدا لمجلس الإدارة إن اللعيبة ما تغاليش في مطالباتها مع نادي الزمالك، وإن اللعيبة لما تكون ليها يعني ارتباط بنادي الزمالك والله حسب ظروفه دلوقتي، فظروف النادي دلوقتي صعبة، ظروف النادي دلوقتي ماليا مش أحسن حاجة، فاللعيب لازم يضحي في سبيل إن هو يبقى موجود في نادي الزمالك، وأي لعيب في مصر يتمنى تواجده داخل نادي الزمالك. فأي حد يقول لك أصل فلان ضاع، أصل فلان راح، أصل فلان جه، لا، أدي عوض مضى، وبعتبر انتصار كبير جدا لضغط الإدارة وأمامه إن لازم يجدد عواد بالرقم اللي هو عرضه نادي الزمالك أو عرضه مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي هو عمل بادجت، والبادجت ده أنا شايفه فايدة كبيرة جدا جدا إن أنت هتثبت الأرقام بتاعة اللعيبة في الفترة اللي جاية، وده أمر ما يخليش الناس تضغط على مجلس الإدارة في الفترة الجاية في سبيل تجديد سين تجديد صاد. عشان كده هخش لك على موضوع أشرف بن شرقي. أنا قلت من شوية إن أشرف بن شرقي فشل مفاوضات مع نادي الريان القطري. أشرف بن شرقي يا جماعة ما حدش يزايد على مجلس الإدارة في الحتة دي، سيبوا مجلس الإدارة. أشرف بن شرقي كان قدامه نادي الزمالك بقاله شهر وبيفاوضه وبيتكلم معاه،
واشرف بن شرقي لما لقى فلوس اكتر شويه بالنسبه له في نادي الرياضه القطري ساب الزمالك ومشي. فاي ضغط على مجلس الاداره في الفتره الجايه خاص بموضوع عواد قصدي موضوع اشرف بن شرقي، انا اول واحد قلت ان فشل المفاوضات. لما نيجي بقى نتكلم نقول ان لا لازم يجي مش لازم يجي، ونضغط على المجلس ونطلب ارقام كبيره ويطلب ارقام كبيره، فالكلام هنا انت بتحط المجلس في موقف صعب. فاحنا مش عايزين الموقف ده يتحط فيه مجلس الاداره. اشرف بن شرقي شاري النادي يرضى بطلبات او باللي يقدر عليه النادي، ده لو الزمالك اصلا دخل في مفاوضات معاه، كل ما جمهور الزمالك بيضغط على المجلس بيخلي اللعيب بره. واوعى تفتكر ان اللعيب ما يعرفش السوشيال ميديا وما بيشوفش وما بيقراش وما بيعرف، لا بيعرف كل التفاصيل الداخليه وعنده سوشيال ميديا بتاعته وبيقرا وبيشوف، وكل واحد ماسك تليفون بيخش على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر اي يعني انستجرام، كل المواقع التواصل الاجتماعي اللعيبه بتخش عليها. فانت هنا لما بتدي اللعيب اكتر من حقه بتضغط النادي. فاحنا هنا مش عايزين نضغط النادي، عايزين نقول ايه يا جماعه، نهدى شويه على النادي، نهدى شويه لحد اما نشوف ممكن الامور تروح لفين. انا بقول الخبر عشان اعرف الناس ان اشرف بن شرقي دلوقتي بقى متاح، مجلس الاداره بقى يتدخل، مجلس الاداره عايزه، مجلس الاداره ممكن ما يقدرش على مبلغه، مجلس الاداره يخلص معاه بالسعر اللي مجلس الاداره عايزه. انما نيجي نضغط على مجلس الاداره نفضل ضاغطين 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 عشان اللعيب بدل ما عقده، يعني انا بقول لك اشرف بن شرقي ما كانش جاي له عرض الا من الوداد ب 400,000 450,000، لما اول ما جاله عرض الريان جري. طب انت دلوقتي هتحط بقى ضغوط على المجلس عشان عقده تاني يوصل مليون ومليون و100؟ اشرف بن شرقي لو ما خلصش ب 700,000 او لو طلب اكتر من 700,000 نادي الزمالك ما يجيبوش. انا بقول لكم بصراحه، على الرغم ان انا عندي قناعه ان اشرف بن شرقي لعيب كبير قوي ومفيد جدا ومؤثر جدا واضافه لنادي الزمالك، انما هو في الوقت اللي لقى فيه فلوس اكتر شويه خارج نادي الزمالك ساب نادي الزمالك ومشي. فنهدى بقى شويه كده ونشوف الامور رايحه فين عشان الناس ما تقعدش تضغط على مجلس الاداره ونضغط على بعض عشان خاطر اللعيب بياخد اكتر من حقه بعد كده. اللعيب بياخد اكتر من حقه بعد كده، فاحنا مش عايزين الامور دي عشان خاطر تبقى الامور واضحه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. نادي الزمالك في الفتره دي كمان بيعمل حاجه كويسه وبيقود الموضوع ده الاستاذ او الدكتور حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك، بيحاولوا في تقريب وجهات النظر بين الانديه التانية بعد المشاكل اللي جمعتهم اللي جمعت معاهم بسبب الادارات السابقه، ومنها الاسماعيلي وامبي والاتحاد وطبعا قرب وجهات النظر، وقرب كمان فكره تبادل الصفقات ما بين الانديه دي ونادي الزمالك. عشان كده نادي الزمالك بيسعى في الفتره دي ان هو يحاول يقرب وجهات النظر ما بينه وما بين الانديه دي اللي بيه نادي الزمالك يقدر يعمل صفقات في الفتره اللي جايه من عن طريق صفقات تبادليه. ده بالنسبه للصفقات المحليه. انا بقول لكم ان بالنسبه للزمالك في الصفقات الاجنبيه ان الزمالك متارجت اتنين، واحد جناح وواحد فيرود، وشغالين عليها وشغالين عليها بشكل ان شاء الله باذن الله يرضي جمهور نادي الزمالك. وانا مش هقول تفاصيل طلعت اشاعه امبارح او طلع موضوع امبارح ان الزمالك بيفاوض اللاعب المغربي المهدي مبارك، لاعب وسط فريق الفتح المغربي. الحقيقه في الموضوع ده ان الزمالك لم ولن يفاوض هذا اللاعب خالص في الفتره دي، واللاعب وقع للوداد خلاص، خلص موضوعه في الوداد ومفيش اي اتصالات مع مهدي مبارك لضمه، عكس ما تردد في اللحظات او امبارح او اول امبارح في اليومين اللي فاتوا. حاليا تاني الزمالك متارجت مهاجم وجناح، ولو هيكون لاعب وسط هيكون في اندريا كاريلو اللي هو لاعب القادسية السعودي بعد ترحيب اللاعب بتخفيض طلباته المالية. وده الكلام اللي هو ان شاء الله باذن الله هتسمعوه في اللحظات او الايام اللي جاية، او هنشوفه ان شاء الله باذن الله على ارض الواقع. طيب صديق جولة والكلام في صديق جولة وسر
وسير المفاوضات مع اسرار المفاوضات مع الصديق جولة. الزمالك عرض على سيراميكا كليوباترا زي ما قلت وقلت قبل كده مبلغ 30 مليون جنيه بالاضافه الى الثنائي اتنين لعيبه من الفرقه، وانا مش هقول اسمائهم لحسن المفاوضات تبوظ يبقى كده نعمل مشكله للاثنين لعيبه دول ان الزمالك بيفكر في الاستغناء عنهم، انما في اتنين لعيبه الزمالك هيحطهم قدام صديق جولة وبناء عليه نادي الزمالك بيتكلم في صديق جولة. طيب نادي سيراميكا طالب رقم كبير جدا معدي ال 50 مليون جنيه. معدي ال 50 مليون جنيه. طب هل الصفقه دي هتتم؟ هل الصفقه دي هتبوظ؟ انا بقول لك صعب جدا جدا على نادي الزمالك ان هو يتمم صفقه صديق جولة لان طلبات نادي سيراميكا كليوباترا طالب اتنين لعيبه او واحد من اللعيبه المهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك اللي لسه نادي الزمالك مرجعها من الاعاره في الفتره اللي فاتت اللي هو احمد محمود لاعب نادي الزمالك واللي كان معار لنادي الجونه. طيب نادي سيراميكا طالب 50 مليون وطالب اتنين لعيبه محمد محمود وحسام اشرف. طب نادي الزمالك يوافق نسيب اتنين لعيبه عشان نجيب صديق؟ صديق جولة لعيب كبير قوي، احنا ما عندناش فراوده، ما فيش غير سيف الجزيري، وسيف الجزيري دلوقتي بره مع منتخب بلده هيرجع هيبقى الدنيا بالنسبة له في الجاهزية عاملة ازاي. نادي الزمالك بيفكر يجيب فيرود اجنبي تاني، نادي الزمالك عنده حسام اشرف وما عندوش غير باك رايت واحد عمر جابر وحاطط وراه على طول احمد محمود. الزمالك عارض اسمين تاني خالص غير الاسماء اللي هم طالبها نادي سيراميكا كليوباترا. نادي سيراميكا كليوباترا عايز ينفذ الموضوع بالشكل اللي يرضي نادي الزمالك بالشكل اللي يتفقوا عليه في حته سيد نيمار او اسمين من الاسماء اللعيبه اللي هي المفروض متاحه بالنسبه لنادي الزمالك ان هو يخرجهم اهلا وسهلا. غير كده نادي الزمالك صعب جدا ان هو ينفذ الصفقه دي او يتممها لان الرقم مبالغ فيه 50 مليون يعني مليون دولار زائد اتنين لعيبه من اللعيبه اللي فيهم واحد من ابناء النادي. فصعب جدا ان الامور دي تمشي بالشكل ده. ممكن لو وافقوا اهلا وسهلا، لو سيراميكا كليوباترا وافقت بالكلام اللي 30 مليون و اتنين لعيبه نادي الزمالك يفكر في الاستغناء عنهم لصالح نادي سيراميكا، ممكن نادي الزمالك ما يكونش في حاجه للاتنين لعيبه دول اهلا وسهلا. غير كده هتقول لي بقى لا الرقم ومش الرقم، وهتقول لي فلوس، وهتقول لي 50 مليون يا جماعه لا في لعيبه كتير جدا على فكره في افريقيا ولاعيبه كتيره جدا 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 ممكن نادي الزمالك يسعى ان هو يضمها في الفتره اللي جايه تعمل الفرق مع نادي الزمالك. هو بس الفكره فكره ان باللغه البلدي كده ان العين ان الايد قصيره، ولا بيقولوا عليها ايه، في مثل كده بيقول لك يعني هو المثل ده بالنسبه لي من وجهه نظري ان الزمالك ظروفه صعبه جدا الفتره دي الماديه. نادي الزمالك عنده مشاكل ماديه كتير جدا، نادي الزمالك عنده متطلبات ومديونيات كتيره جدا. ففكره المغالاه على نادي الزمالك في الفتره دي من الانديه، عشان كده قلت لكم في بدايه الفيديو او قلت لكم في الكلام في الفيديو ان نادي الزمالك بيسعى تحسين علاقته بكل الانديه اللي موجوده في الدوري الممتاز في الفتره دي، عشان بعد كده يبقى في تعاون ما بين الزمالك وما بين الانديه دي في اتمام بعض الصفقات او ادمام الصفقات اللي ما بين نادي الزمالك وما بين الانديه دي. بناء عليه نادي الزمالك هيشتغل على اللي يقدر عليه في الفتره دي، سواء مجلس الاداره او سواء بعض رجال الاعمال اللي بيدعموا نادي الزمالك في الصفقات في الفتره الاخيره. فنهدى شويه نهدى شويه، ما نعملش بروباجندا في موضوع اشرف بن شرقي، ما نعملش بروباجندا في موضوع صديق جولة، على الرغم ان انا بحب جدا الاثنين لعيبه وشايفهم اضافه كبيره جدا جدا لنادي الزمالك لو جم يعملوا الفرق معاك. بس في الاخر امكانياتك الماديه ايه دلوقتي؟ انت امكانياتك الماديه، نادي الزمالك امبارح دفع مستحقات اللعيبه المتاخره نصها، يعني لسه عليها نص تاني، ولسه هيبتدي يدي فلوس العقود الجديده. فالامر صعب جدا، الامر صعب جدا جدا على مجلس الاداره دلوقتي ان هم بيحاولوا ان هم يسدوا كل الديون دي. خد بالك انا ما بطبلش لحد، انا بقول اللي اعرفه، انا بقول اللي اعرفه. خلصت الفيديو بتاعي، كل التحيه ليكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.